حرائق المدارس في السويد تتحول إلى ظاهرة مقلقة. حوادث إحراق متكررة لعدد من المنشآت السويدية خاصة المدارس تطرح العديد من إشارات الاستفهام. 25 حريقا لمبان رسمية، منها 12 مدرسة في مدينة لوند لوحدها منذ مارس 2020، فيما وصل عدد المدارس المحترقة إلى 17 مدرسة خلال النصف الأول من هذا العام، والفاعل لا يزال مجهولا. ظاهرة حرق المدارس تعتبر جديدة على السويد. البلاد عانت مؤخرا من تكرار حوادث إشعال السيارات قام بها شبان يافعون، تعتقد الشرطة أنهم مدفوعون من عصابات إجرامية، فيما نظريات أخرى تربط بين تلك الحرائق والاستفادة من أموال التأمين. وفيما لم تعرف بعد الدوافع وراء ظاهرة حرائق المدارس الجديدة، هناك ترجيحات من وجود أفعال انتقامية جراء عدم إغلاق تلك المدارس خلال أزمة كورونا، لكنها تبقى في إطار التكهنات ليس أكثر. الناطقة باسم شرطة سكونا إيواغان ويستفورد لم تؤكد في تصريح للكومبس أن إحراق المدارس له علاقة بأزمة كورونا، وإمكانية أن يكون السبب هو غضب البعض من إجراءات الحكومة التي أبقت المدارس غير الثانوية مفتوحة. آخر هذه الحرائق يستهدف مدرسة إيليت سكولان. الحريق التهم أجزاء كبيرة من المدرسة، أكثر من 14 وحدة إطفاء شاركت في إخماده. الحريق لم يتسبب بوقوع أي إصابات بشرية. قاسم مشترك يجمع تلك الحرائق، وهو اندلاعها في وقت متأخر من الليل وخاصة مع قرب نهاية الأسبوع، فضلا عن تشابه أسباب اندلاع نيران، ومنها عدم وجود دلائل على استخدام أي متفجرات أو حدوث أي ماس كهربائي، ما يعزز الشكوك لدى الشرطة بأن هذه الحرائق متعمدة. التحقيقات متواصلة دون توجيه التهم لأي مشتبه به حتى الآن. فمن المستفيد من تلك الحرائق وما هو الهدف منها؟